ونتابع الكرة الثابتة. إذن حمد الحمد، ركلة الزاوية تأتي أمامية ولكن تتخلص من باول جورج إلى رب ركلة زاوية أخرى، ركلة زاوية أخرى لمصلحة الفريق الاتفاقي. تلعب عالية أمامية خطيرة ورأسية تمر سليمة إلى ركلة مرمى من هذا اللاعب أمامنا فيصل الدوسري اللي لعب له كرة رأسية اللي حل بديلا لإبراهيم المغنم في الدقيقة 71. هنا إعادة للعبة الماضية والرأسية أخيرا اللي مرت من فيصل إلى ركلة مرمى لمصلحة الفريق الاتحادي. الاتفاق أيضا بظهور حسن مظفر لاعب الدولي العماني كمحترف لم نراه في هذه المباراة. هنا الكرة مرت إلى خارج أرض الملعب، وكذلك ماتيوس باربوسا. على العموم نتابع الرمية الجانبية الآن لمصلحة الفريق الاتحادي. إذن الرائد أنهى مباراته أمام الشباب بهدفين دون رد. هنا كرة أمامية في الجانب الأيسر، الكرة الآن اتحادية، تحضير زيايا الثاني، جول! جول اتحادي ثاني، هدف اتحادي ثاني للمصلحة وللدقيقة اللي تكب مصلحتها تماما للفريق الاتحادي في وقت مهم مهم للفريق الاتحادي. عبد الملك زيايا مالك حل، مالك حل، اقولها لك مالك حل. مع عبد الملك زيايا عملها بهدف ثاني يحمد ربه ويشكره على تسجيل هذا الهدف. شوف الكرة استلمها، والله كبير يا عبد الملك، كبير يا عبد الملك يا زيايا. شوف لما استلمها، شوف لما حضرها وللمرمى لعبها وفي المرمى سجلها، هدف اتحادي رقم 2 للعميد، 2 للعميد. وهناك كما قلنا في مباريات، في مباريات هذا الأسبوع وبمباريات الجولة الأولى، شوف شوف التحية تروح وين يا زيايا، تروح وين يا زيايا، يعني تأشر وبإشارتك يفهمونك ويعرفونك، وعشاقك أكيد ما يحسدونك، يحبونك ما تلم. هنا الكرة أمامية،